هكذا ضمنوا أن الأمر انتهى وإلى الأبد. الصاروخ اتجه مباشرة إلى جسده فوق سريره بعقر دار خامنئي بطهران. نعم، كل شيء يشي أنهم كانوا يعرفون أدق التفاصيل وأكثر من اللازم حول مكان وجود إسماعيل هنية بالمتر والسنتيمتر. والآن يقول كثيرون إن هناك خيارين، إما أن إيران مخترقة للنخاع، أو أنها باعت هنية مقابل وأد الحرب الكبرى. وقبل أن نخوض بهذه التفاصيل، دعونا نضع الأمور في سياقها وانظروا معنا لصورة يتداولها الإعلام العبري تختصر الكثير والكثير. ومن ثم استمعوا معنا لخطاب نتنياهو وهو يقول: لقد قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس، 1، 2، و3 في الطريق، كلهم فانون، سنصل إليهم جميعا. أي أن الأهداف المقبلة بينها محمد السنوار وخالد مشعل، وكأن تل أبيب لن تتوقف قبل أن تحيد وتسقط وتغتال كل من تضعهم على قوائمها. لكن هل إسرائيل تغتالهم بقوة استخباراتها وتكنولوجياتها المتقدمة وشبكة جواسيسها؟ أم باختراق أعدائها في إيران ولبنان وسوريا حتى النخاع بمعرفة كل شيء عنهم من خلال عملاء لها بالداخل في مراكز كبرى وحساسة تمكنهم من أن يخبروا تل أبيب حتى بأماكن نوم من تريد تصفيته، وربما لون الغطاء الذي يتدثر به؟ ولنا في إسماعيل هنية كبير الدليل لتسقط الدعاية والبروباغندا هذه الدول، خاصة إيران التي تقدم نفسها دولة منيعة. فيما يبقى الخيار الآخر أن تصفية القيادات الأخيرة إنما جرى بصفقة بين إيران وإسرائيل من أجل تجنب الحرب الكبرى متعددة الجبهات إثر الضربة التي وجهتها المسيرة اليمنية يافا عندما اخترقت أجواء تل أبيب لتقصف مبنى قرب السفارة الأمريكية، وما استتبعه من قصف إسرائيل ميناء الحديدة، ومن ثم سقوط صاروخ إيراني الصنع. تقول تل أبيب إن حزب الله أطلقه على ملعب كرة قدم في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، ما تسبب بمقتل وجرح العشرات. وإن عدنا بالذاكرة قليلا، فإن الأمر لم يبدأ عند إسقاط جنرالات إيرانيين كبار بجانب قنصلية طهران بدمشق، فكان رد طهران بمسيرات تقول إسرائيل إنها أسقطت جلها قبل أن تصل، بعد أن اعتقد العالم حينها أنها الضربات الأكبر بين إسرائيل وإيران. قبل أن يأتي الإعلان عن نجاح تصفية محمد ضيف القائد العسكري لحماس رغم النفي الفلسطيني، أيام وإذ بإسرائيل تؤكد تحييدها فؤاد شكر الرجل الثاني في حزب الله اللبناني. وبينما العيون كانت تشخص صوب الضاحية الجنوبية ببيروت، كان لإسرائيل التي وجهت الأنظار إلى هناك رأي آخر بأن تحرفها صوب طهران، ليرى العالم بأم العين بعد أن شهد مساحة وعمق الضربة التي وجهتها إسرائيل نحو الضاحية الجنوبية. كيف صفت إسرائيل إسماعيل هنية بمقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران رفقة أحد حراسه وقيادي آخر، حيث كان فيها بعد أن شارك بحفل تنصيب رئيسها الجديد مسعود بزشكيان، فكان آخر من التقى هنية لجانب المرشد الأعلى علي خامنئي الذي نشر فيديو اللحظات الأخيرة بينه وبين هنية قبل أن يتعهد على الفور بالثأر لدمائه كونه قتل على أراضيه. ومن هنا يمكن أن نبدأ الحديث عن مقارنة بين طرق تصفية من تضعهم إسرائيل على قوائمها قبل أن نصل لاستنتاجات الاختراق أو الخيانة. فهنية عاجله صاروخ قادم من خارج أجواء إيران اتجه مباشرة إلى جسده وهو في غرفة نومه على فراشه، ما يؤكد دقة المعلومات التي كانت لدى إسرائيل عن مكان نوم رجل من المفترض أن يتمتع بأعلى أنواع الحماية وأشدها سرية. أما إن انتقلنا لتصفية فؤاد شكر القيادي اللبناني قبل ساعات فقط من إسقاط هنية، فقد كان الأمر مختلفا بالطريقة، إذ تم من خلال سرب من الطائرات الإسرائيلية المسيرة ظهرت على حين غرة فوق الضاحية الجنوبية ببيروت لتستهدف الرجل الثاني في حزب الله. الانفجار كان مدويا وقتيلان سقط على الأقل بينما جرح العشرات، هذا ما يمكن تأكيده حتى اللحظة. أما تحييد شكر المستشار العسكري الكبير لحسن نصر الله فهو وفقا للإسرائيليين قد حدث وانتهى الأمر، لأن شكر هو مدير مشروع دقة الصواريخ التابعة لحزب الله وكبير مستشاري حسن نصر الله والرقم الثاني في الحزب، حتى أن أمريكا عرضت مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
كما أنه المسؤول عن هجوم المسيرة على مجد الشمس. لكن الشبه الكبير بين الاغتيالين يمكن أن نأخذ منه كثير الدلائل، وهنا يمكن القول مرة أخرى أن إسرائيل كانت تعلم مكان وجود الرجل الثاني في حزب الله، وهو بين أهله ورفاق سلاحه بعقر دار حزبه بالضاحية الجنوبية. وقبل الشكر يمكننا أن نعرج على ما تقول إسرائيل إنه إسقاط محمد ضيف، فالأمر أيضا تم بطريقة لا تشبه الطريقتين الماضيتين، حين نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارة جوية ضربت من خلالها منطقة المواصي في قطاع غزة. وكان اللافت أيضا أنه رغم نفي الجانب الفلسطيني سقوط الضيف بأن كان هناك تأكيدات أن الضيف كان بالمكان، لنعود للنقطة ذاتها بأن الأساليب تختلف والنتائج كذلك، لكن هناك حقيقة واحدة أن إسرائيل كانت تعلم تماما أين كان القائد العسكري لحماس. ويبدو من نافلة القول عند التعريج على كل من صفتهم إسرائيل قبل بأنه من المفترض مثل هؤلاء القادة أن يكونوا ضمن محيط شديد الموثوقية غير قابل للاختراق، لكن إسرائيل كانت تعلم تماما أين هم ومع من وماذا يفعلون. ونذكر منهم ممن تمت تصفيتهم بغزة ولبنان: طالب سامي عبد الله، الحاج أبو طالب، وسام الطويل المعروف بجواد، وحسين مكي الملقب ببنك المعلومات، وإسماعيل يوسف باز المسؤول المخضرم في الجناح العسكري لحزب الله، وعلي أحمد حسين قائد منطقة الحجير التابعة لوحدة الرضوان، وصالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ببيروت. وقضى معه أيضا سمير فندي وعزام أقرع القياديان في القسام. كما يمكن أن نضيف للقائمة مروان عيسى وأيمن نوفل وأحمد بحر وجميل الشنطي وأيمن صيام وأسامة المزيني وأحمد الغندور. والآن بإمكاننا أن نضيف إليهم شكر وهنية. ومن هنا يمكن القول إن ثمة مقاربات منطقية في مسار عدد من صفتهم إسرائيل خلال الشهور تؤكد التحرك نحو تصفية القيادات بناء على معلومات دقيقة جدا وموثوقة، سواء في جماعات إيران الولائية وكذلك حركة حماس وجناحها العسكري، بغية الوصول لتغيير معادلة الأمن الجغرافي المحيط بها، لكن من دون الذهاب نحو ما بات يسمى الحرب الكبرى، وهو ما يبدو أن إيران أيضا تريده وفقا لعديد المحللين. فبعد صاروخ مجد الشمس والضغوط بإسرائيل لرد كبير، وبعد ضغط دولي وأمريكي بعدم التصعيد على لبنان، تقول تقارير غربية إن الصفقة الإيرانية الإسرائيلية جاءت بتسليم إسماعيل هنية بدلا عن حسن نصر الله، وبهذا تنتهي مخاوف الدول بالتصعيد الشامل على لبنان، ويكسب حزب الله بقاءه، وبالوقت ذاته يكسب نتنياهو نصرا كبيرا أمام الإسرائيليين بمقتل أخطر رجل على إسرائيل. وبالطبع إن نظرنا لكل هذا على أنه مجرد تحليلات، فلابد أن نعلم أن الخيار الآخر إن لم تكن إيران ضحت بهنية وشكر لتجنب الحرب الكبرى والاكتفاء فيما بعد برد استعراضي على طريقة المسيرات بعد عملية القنصلية بسوريا، فإن الخيار الثاني الذي لا يبقى غيره أن إيران مخترقة للنخاع كما حال حزب الله بلبنان.